صباح الخير. الله طالع كيوت. لابسين ميني ماوس. شو أحساسك حبيبي؟ How do you feel about this؟ مش حالي، مش عارف، مرة باربي مرة ميني ماوس. اليوم رح نطبخ شخصي. بس مو عندي، عند غيث. ما حنطبخ. أما رح نطبخ؟ لا مش طبخ، هو عبارة عن بيض ومرتدلة بس. بس أنت شو بتعمل؟ نحط بيض بعدين نحط مرتدلة. هذا شو يعني انك انت عم تطبخ؟ لا هاي انا عم سلك حالي. خلص رايحين نسلك حالنا عند غيث. فوتوا عند غيث وشوفوا. يا صباح الخير، كيف كنت الاخبار؟ شوفوا فجأة انت شكلك كيوت. يا الله اشكال ده، الله ضحك. المفروض انا اجيب تعيد الشط بس ما في، ما لقيت، ما عرف تايم شفطة يمكن مني. المهم اليوم كلنا كتير صعب، اليوم خلطتنا جدا صعبة. اليوم حنعمل مرتديلا وبيض. المكونات مرتديلا وبيض. الطريقة حط مرتديلا بعدين بيض. لا كتير يعني كتير حتاخذ معنا وقت، نأسف إذا حطول عليكم بالستوريز بس. طيب أنا أوكي. مكونات مقلاي، مرتديلا، سمنة، بس خلصنا. وبيض اكيد بيض، هي الاكل هي بيض. أوكي. بس هيك يعني ساره بتقلي انه هاي السمنه ما بتنصح. تمام انا ما اكل سمنه الان، بعرف انه ما بتنصح. نو 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 نو، غيث ما بحب السمنه، فهي السمنه اخف من سمنه العربي او هذا السمن الثقيل. اخف بنسبه قد ايه يعني؟ 1%؟ اخف كطعم، مو اخف كمفعول، اخف كطعم. اه المفعول نفس الشيء طبعا، ما هي سمنه. اوكي حلو. لا 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 خلينا نستخدم شوي. اه ما رح تطلع طيبه، ما رح تحبه، باكلها زبده، ما رح تحب. السمنه اطيب وحط شوي يعني. اوكي بس شوي. انا بشوفك هدول خلصين، هدول عملنا فيهم ملعقتين بيض. لا وعملت كواز، عملت بطاطا كمر. المهم رح نقطع المرتدله هلا. نحن اكلنا بطاطا كمر في البيت. هاي المعلقة اللي حنحطها، هاي المعلقة بتكفي أنا والجيران كمان. سرقت لي؟ منيحة. ليكي كيف دابو، ليكي سريع طبعا. هاي كلها بعدين السمنه حتنشف هون. هتلاقي خواص هيك والله. اوكي السمنه جاهزه دابت، شو اسوي؟ يلا خليها تحمى شوي السمنه. يا الله يا جماعة أنا فكرت فطوري صحي، طلع فطوري لما أكل بيض أنا بكون عم باكل سمنة. أنا بكره، أنا بحب أكل السمنة بس ما بكره حدا يقول لي إنه هاي فيها سمنة. أنا صار يطبخ بالسمنة لأن نفسيتي بتضرب، أما خلص خربتني، صرت أطبخ بالسمنة أنا. بس والله كان أي حدا يقول لي إنه سمنة، بس لا أنا حق معك، السمنة في سمنة عربي. ما بقدر سواني بس زين. شو هاد طيب. هلا نحط المرتديلا السمنة. هيك بنكون حطينا المرتديلا بالسمنة. عملت قصة صغيرة ووقعت. بوسة. الريحة، ريحة السمنة. يا الله هلب. اوه ابديت عن اصبعتي. اكل اصبعتي اقسم بالله داخلي حرب. مو حنستناها هلا حتى تحمر تتأمر. شوي تتأمر حمرا، تحمر شوي ما هي حمرا. مرتديلا تأمرت منيح، هذا أحلى شيء بالعالم. هلا صار وقت نفس البيض، نخفف شوي. اوكي ضلك تحركيها؟ ايه بس مشان نوزعهم، مشان ما تكون سريعة متدخل. أنا بتدخل بأكلك؟ لا صح؟ ما تدخلي بأكل لو سمحتي. شو بكي؟ غيث ما بحب وقت تكون البيض هيك. بيبي مين بياكل بيض؟ أنا ولا أنتِ؟ أنا اليوم بدي آكل. طيب أنا بس حامل... شوي أنا حامل لك البيض اللي أنتِ بدك إياه، أوكي مدور، أنا حامله مفقوس، أوكي؟ عن جد؟ إيه.
شمت إلي ليه؟ أح احترقت. ليش أنت ما أنت في أصلا عن جد جكارة بس؟ ليه؟ لا بالعادة ما بتاكلها هيك. والله باكلها هيك. اوكي. كيف ما كان؟ هون بيض. استغفر الله. حطينا ملح كمان وهلا بابريكا. بس بابريكا اخر شيء. هذا تستوي طعام الناس. صح؟ نعم. هذا تستوي. اوكي. شوفوا انا مستحيل اكل على راحتي. لازم اصير لمساتها. هذا اطيب شيء بالعالم. انت تزوجت. هذا اطيب شيء بالعالم. ايوه. وشكرا على هالفرصة انه سارة اللي هي اليوم حبيت انه انا ما قلت لك تعال بالعكس انا كثير مبسوط يعني انه سارة تتدخل بطبخاتي انا تزوجتها فانا بدي اتدخل بكل شيء طبعا باي باي غيث من الجوع استغفر الله العظيم بس يا الله انا اليوم قلت لك تعال نطبخ سوا بما انه سارة دخلت بالاكله فاكيد اكيد اكيد ما حيصلنا شيء ان شاء الله يلا بسم الله حكي بالالغاز انا منيح ماريا بفهم